اهلا بكل مشاهدينا، حلقة جديدة من حياتك احلى، وكمان طبعا موضوع جديد وضيف جديد. النهاردة شعار حلقتنا لا للغلاء. لا للغلاء، هو فعلا ده النهاردة شعار حلقتنا. طب ايه الحكاية؟ الحكاية ان احنا النهاردة معانا مجموعة من المفروشات والملابس بتتميز بالجودة والخامة واقل الاسعار. طب ازاي عملوا كده وازاي قدروا يحققوا المعادلة دي؟ ده اللي هنعرفه النهاردة مع ضيفة حلقتنا دعاء أحمد، رئيس مجلس إدارة مصنع حكاية. ازيك يا دعاء؟ اهلا بيك يا حبيبتي، يشرفوني اتفضلي. ومنوروني طبعا النهاردة. ميرسي. انا اكتر والله. دعاء، ايه الحكاية؟ بصي، الحكايه احنا بادئين من بدري جدا، من 2002 المصنع. كنا الحاجات عندنا كل حاجه قطن 100%. فبدانا نعمل، كان الاسعار كانت غاليه جدا بالنسبه للماتيريال، بالنسبه لكل حاجه. انتوا المصنع بتاعكم خاص مفروشات بس؟ كان هو كان مصنع، يعني هو مصنع مفروشات بس، ما كانش فيه ملابس لسه. فاحنا عندنا المصنع ليه تاريخ شويه، لرجل اعمال معروف مصري امريكا، عاش في امريكا، فعنده 4 فروع في امريكا. المصنع كان اسمه اند كمباني قبل حكايه. فبدانا بعد كده نخفف الاند كمباني شويه، وعملنا الاسم حكايه عشان يبقى فيه كذا حكايه. طب ليه اخترتي الاسم بقى حكاية؟ ليه نقلتي من عند كومباني لحكاية؟ اند كمباني لقيناه تقيل شويه على الناس، واحنا عايزين نعمل كل الفئات، عايزين نبيع حاجات اسعار خفيفه وماتيريال كويس، وفي نفس الوقت يبقى خفيف على اي حد. الاسم نفسه يبقى فيه كذا حاجه، حكايه يعني مفروشات، يعني ملابس رجالي اطفالي اولادي، وفي نفس الوقت برضو ان شاء الله يبقى في كذا حاجه، في فعلا في حكايه، 1000 حكايه. والله بصي، انا بصراحة شفت الحاجة بتاعتك حبيبتي ومش قادرة ميرسي. اصدق ان هي بالاسعار دي. احنا طبعا مع مشاهدينا هنشوف كل حاجة لايف وعلى الطبيعة، تمام وهيكون طبعا كمان معانا مجموعة حبيبتي. صور، كل ده هنوريه للمشاهدين. بس عايزة اعرف بقى ايه الخامات اللي بتعتمدي عليها، بتجيبيها منين إيه؟ بصي، اول حاجه احنا كنا يعني بقالنا فتره من 2016 عايزين نعمل ماتيريال كويسه، مقاسات مظبوطه، عايزين نعمل مقاس مع المقاس، عايزين نعمل اسعار كويسه. العروسه تيجي هتشتري 10 ملايات ب1000 جنيه، ولو عاوزه اقل من كده كمان. فاحنا عملنا الخامه المصريه، احنا اغلب شغلنا قطن مصري، قطنيات. قطن مصري. الجودة مع الجودة طبعا اللي في المصنع الحمد لله. فالفرق بين انك تشتري من المصنع وتشتري من محل، ان المصنع بيقدر يوفر لك اي مقاس حضرتك طالباه، اي مقاس واي ماتيريال، سواء كان 3D او خامة مصرية او طب كل انتوا ده ممكن في موجود. المصنع بتعملوا اوردرات حسب الطلب؟ يعني مثلا لو حد جه عايز ياخد منكم جملة وطلب منكم مقاسات معينة وستايلات معينة، ده في امكانية ان هي ده تتنفذ؟ فعلا ده اللي انا اقصده، ان الاوردر بيجي بيتنفذ. يعني غير ما حضرتك بتدخلي اي محل هتلاقي المقاس اللي موجود قدامك هتاخديه، لكن لا، احنا عندنا في ناس عندها 4 مثلا، السرير مش مفيش مخدات طويله، في خداديات، لا انا السرير بتاعي كبير شويه، لا انا عايزه الملايه اكبر، عايزه الملايه اصغر، كل ده بنقدر نعمله وبنوصله بسرعه جدا. طب ده بينطبق على الجملة بس، ولا مثلا حتى لو حد هياخد قطعة واحدة تقدروا تعملوا كده؟ هي الفكره ان فعلا برضو جمله من اول قطعه، يعني احنا عندنا عايزين نعمل جمله من اول قطعه، فسعر الجمله من اول قطعه. دايما بقول ان احنا عايزين اللي بياخد 100 حاجه زي اللي بياخد اول قطعه، فهي بنفس السعر ونفس الجوده، نفس كل حاجه. والعروسه بتيجي، هي بتيجي تقول لي انا الاوضه بتاعتي لونها كذا، فانا بنبتدي نشتغل على الحته دي، نفرش لها المكان، المفروشات بتاعتها زي ما هي عاوزه، زي ما هي حابه، بالمقاس اللي هي حباه. طيب دعاء، انا سمعت عندك اسعار بصراحه، يعني حاسه ان انا ما كنتش، يعني ضحك عليا تقريبا الفتره اللي فاتت دي. يا جماعه، هي بتكلمني مثلا، يعني لقيتها بتقولي ملايه ب 100 جنيه، وملايه اقل من خمس 100 قطع جنيه والخامه فعلا قطن، واحنا كمان معانا هنا يعني ملايه عايزه اوريها لكم. طب دعاء، يعني عرفيني دي ايه؟ دي ملاية 5 قطع، ملاية 2 مخدة 2 خدادية. يا جماعة، هي يا ريت الكاميرا تجيبها لنا، علشان بجد هي الخامة فعلا خامة تحفة. مصرية.
تحفة جدا، هي طرية قوي اه جدا. وحتى يعني الديزاين بتاعها شايفاه رقيق وبسيط. اه احنا بنختار كلميني التصميمات عنها. اول حاجة، اكتر حاجة الحمد لله مبيعة كتيرة جدا من عندنا الملاية، 5 قطع ملاية واتنين مخدة واتنين خدادية، يعني دي 5 قطع. 5 قطع. اه وطبعا في كل الاشكال، في بقى الكارو وفي السادة، 26 لون سادة وحوالي 250 شكل فلوري مشجر. تمام. في كل، فطبعا دي اكتر حاجة فعلا شغالة، يعني اكتر حاجة الحمد لله بتطلبها العروسة جدا. طب دي سعرها كام؟ 100 جنيه، 5 قطع 100 جنيه. هو بصي انا مش عارفه اصدق بس بجد والله يعني يا جماعه فعلا خامه، لا طريه اهي اهي والله العظيم طريه، يعني انا مش اه مصدقه جميلة قوي. سعرها. اه ومريحة جدا، وفي الغسيل كمان وكمان هي احنا هيكون في كمان بعض الصور لبعض الموديلات اللي اه عندك، تمام. عايزاكي تعلقينا بقى عليها. اه الملاية دي برضو ب100 جنيه، 5 قطع دي ملاية بمية واتنين جنيه مخدة واتنين خدادية. طب طبعا يعني ولا بتكش ولا بتوبر ولا ممكن كمان تتغسل في الغسالة اه ولا عادي تتغسل عادي بنغسلها في عادي الغسالة مع أي يعني ما حاجة؟ بتنزلش لا لا لوم ما خالص، لا يعني ما مجربة قبل أي حاجة، بنجربها قبل ما نديها للعميل. طيب في بقى دلوقتي بقى في ديزاينات اه وألوان وموضة اه بقت في الملايات ولا ايه الدنيا؟ احنا يعني على طول بنلاقي موديلات جديدة والمودرن فعلا. دلوقتي كمان اكتسح اه قوي، المودرن. فعارفين بقى توفقوا الحاجات دي ازاي؟ هو بصي اهم حاجة تبقى عندك كل حاجة، يعني يبقى عندك السادة، يبقى عندك الذوق الستيل، وعندك المودرن، لازم يكون موجود. طبعا السادة والكارو تقريبا اكتر حاجة بتشتغل، يعني او اكتر حاجة سائدة لكل الاذواق. بعد كده الفلوري بقى، في ناس بتحب الحاجات الورد الحاجات البسيطة، والحاجات وفي حاجات البسيطة. في كده، يعني في ده وده في ده، في المقلم على فكرة، وفي منقط، يعني في أشكال كتيرة جدا، لازم تكون كل حاجة موجودة. يعني تقريبا انتم مغطيين كل اه بس الأذواق اللي الألوان بقى موجودة. كمان هي اللي ايه ماشية مع الموضة فعلا، مهمة جدا. احكي لنا بقى الألوان اللي طالعة ايه اه السنة دي. الألوان، الجراي، أوض النوم أغلبها جراي وفواتح الله وأوف وايت. بصي جيتي على الجرح، انا اه بعشق 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 الجري، اه جيتي على الجري. الجرح. اه فعلا، يعني في كذا حد عروسة كانت قريب، السيلفر بقى، الجري بدرجاته، الاوف وايت والفواتح اغلب حاجة هي الموضة الفترة دي. فطبعا المفروشات نبتدي بقى ايه اللي يمشي مع مع الجري. الجري لو اه يعني في طبعا الموفات حلوة قوي، طبعا. والكشميري، لو في حد بيحب الغوامق نبتدي نعمل. يعني في ساعات لما بشوف حاجة غامق في فاتح السيلفر او الموفي او كده، ببتدي انا اقول لها. وعامة عامة اللون الجري اللي نازل فعلا او الفواتح يعني هو نازل جراي صريح صريح. يعني اه مش فعلا. سيلفر ولا اه فاتح، هو جري جراي جري بس صريح شيك جدا يعني. طبعا طبعا. اه حتى انا تعمدت اخر كوليكشن كان في كارو سيلفر اللي هو اللون الجري الجراي فاتح في غامق، حلو قوي. يعني في حاجات ببقى قاصده فعلا، ببقى عارفه ايه الاوض النوم اللي هي نازله، وابتدي ان انا طبعا البطاطين، يعني في بطاطين وفي الحفه، في جزء بقى كمان الحفه احنا بنعملها بنفسنا برضو في المصنع. طبعا الفايبر لازم يبقى رول، ما ما يضايقكيش في الغسيل يتكلكعش. بعد كده. اه غير بقى كمان اللحاف عندنا ب 280، بكام؟ 280 لو ازاي طيب ازاي ودبل فيس، ازاي وش سادة ووش فلوري، واتنين قطع معاه، يعني حاجة في المصنع كمان محترمة قيمة وتقيلة، وبعيدا عن الأسعار اللي بره خالص. طب انتي عرفتي ازاي تحطي الاسعار دي مع الخامة دي مع اللي انتي بتحكيه ده؟ اه يعني هي عملتي معادلة، المعادلة دي هي ازاي؟ معادلة صعبة جدا، بس احنا عايزين بصي هو اكيد في سر في الحوار ده، فانتي لازم تقولي لنا السر، احنا جايبينك النهارده عشان تعترفي، لان بجد يا بصي جماعة والله الخامات حلوة جدا. حبيبتي انا احنا عايزين المكسب القليل، وعايزه العروسه تبقى مبسوطه جدا وهي ماشيه، يعني تكون جايه خدت حاجات كتيره قوي واوردر كويس أكيد طبعا وحاجات الانتشار، بسيطه. يعني ان الحاجات دي اه طبعا أكيد طبعا طبعا. بتعمل انتشار حلو جدا يعني. وعايزه اقول لك كمان المشاريع الصغيره بقى، يعني مثلا في يعني ناس فاتحه صفحه، وفي ناس عندها محلات صغيره، لما ياخدوا من عندك حاجة بسيطة ويحط عليهم ربح برضو،
قليل هيكسبه. يعني انا في ناس عايزه توصلي لها، يعني في ناس حابه انك توصلي. هو انت حققتي معادله لناس كتير، يعني حققتي معادله للي عايز يشتغل، حققتي معادله للعروسه اساسا اللي يعني بتدفع مصاريف كتير حبيبتي. جدا عشان تجيب حاجاتها، وحققتي معادله الحمد حتى لله. لآدم البسيط اللي هو نفسه يجدد او نفسه يغير. الحاجه كلها في متناول الايد. الفوطه اللون عاجبني جدا، الفوطه اللون البستاش عاجبني ده جدا. تحفه، وانا بعشقه اصلا اللون ده جدا. احنا بنصبغ كل الفوط بتاعتنا، احنا عندنا الوان كتيره جدا، الفواتح والغوامق، من اول طبعا الاوف وايت لحد الاسمر، الدرجات كلها. درجات كلها. بس اللون ده بتهيألي طالع موضة جدا، هو والمنت. فعلا. بصي هو الدرجه دي جميله، وحتى انا بحس يعني هي نازله فعلا موضه، واللون البستاج اصلا رقيق جدا. بس برضو عايزه اقول لك حاجه، العروسه دلوقتي الحمام بتاعها لونه ايه؟ طبعا طبعا. انا الحمام كافيه، نبتدي نجيب درجات الكافيه في الكافيه. الفوط، الحمام لونه يعني عارفه برضو بقت فيه تفاصيل كده مش ما بقول كانتش لك انت موجوده. هتقولي لنا اسرار عندنا في البرنامج؟ كانتش قولي. موجوده هي زمان. بصي احنا لازم حصريات كلها. يعني مهمه قوي على فكره، يعني تبقى كل حاجه ماشيه مع بعضها، هتحلي المكان. يعني المفارش لازم ما تبقاش بعيده عن نفس الجو، الدرجات ونفس الالوان. تبقى قريبه جدا يعني. طيب احنا عايزين نشوف الصور دي تمام، ونعلق عليها. حاضر. ده الإسدالات الفسكوز. بصي عامة الفسكوز أنا عايزة أقولك إن هو صراحة هو بيكش، بس حاجة بسيطة، لأن ده أعلى جودة في الفسكوز، وده من الحاجات الشيك جدا. وفي حاجة كمان، احنا المصنع عندنا احنا أساسي مفروشات وملابس، طيب بعد كده دخلنا في المنتجات بتاعة الدعاء، الرقم كم الموديل؟ لا لا ده رقم الموديل مش سعره. يعني انت عندك مثلا منها كذا موديل دي بصي هو ده منه الوانات كتيره جدا. نازل بدرجاته كلها. والاسدالات اصلا دلوقتي حاليا بقت عامله زي الدريسات، يعني في اشكال كتيره جدا غير دي، كمان في اشكال كتيره جدا عندنا في المحل. لا حلوة الليجن اوي. ده تحفه لا طبعا. لا بصي بقى، ده خاطف قلبي من ساعة ما شفته. بجد. يا جماعة انا عايزة اقول لكم ان ده اساسا انا طلبته مخصوص، يعني لان انا بحب الحاجات السبورتيف جدا، جدا وده جاي لي مخصوص يعني. وهو حبيبتي. كمان في منه الاطفال اهو، احنا جايبينه الاطفال معاكم جميل قوي. على الشاشة. بس طبعا يعني اللي انا طلبته اكيد مش هقدر ماتيريال. اطلعه لكم. بس الماتيريال تحفة يا جماعة، تحفة. هو قطنة. خطف قطن حتى في الكنترول كمان، خطف قلبه. بجد، هو تحفة بجد. بكام ده يا دعاء؟ تخيلي بقى، لا هو قطن قولي 100%، اصدميني. قطن 100%. هو مية فعلا وعايزة اقولك في القماش ماتيريال حلو كتير. جدا. لكرة بكام؟ قطن لكرة 50. انا كنت ده لسه هقولك ب50. هو 50. ده يعني يعتبر ده بالنسبه لنا كده اغلى، 50 اغلى حاجه في المحل. يعني ده اغلى حاجه. ده اغلى احنا في حاجة. بنطلونات بقى ب25 وب10 جنيه، ويعني في لا لا ارقام. حرام، كفاية بجد، صدمتيني. بس السبورت ده برضو حلو للصيف طبعا، والرياضه والفتنس والجيم طبعا، اطفالنا دلوقتي بيروحوا. طيب نخش على الصورة التانية. بصي بقى، دي عباية بيتي. واو، حلوة قوي وشيك جدا ومريحة وفضفاضة وكل حاجة. شكلها خفيف قوي العباية دي كمان. ب50 جنيه، لا لا مريحة جدا. مش، عايزة اقولك فعلا من اكتر الحاجات اللي انا بحبها، لا انا بجد مش مريحة قوي مصدقاكي. وشكلها شيك يا جدا جماعه بصراحة. انتوا سامعين هي بتقول ايه؟ انتوا شايفين اصلا الحاجه بجد؟ والله الخامه كمان على الطبيعه حلوه جدا، انتوا مش متخيلين حاجه حلوه ازاي. ايه يا دعاء؟ حكاية. نخش على اللي بعده. ده البنطلون ايه؟ بنتاكور بخمستاشر جنيه ايه ده اللي ب15 جنيه؟ اللي هو ازاي طيب؟ حلو قوي قوي، وفي منه السادة والكارو. الاحمر في كحلي ده شكله تحفة. ده مقاساته ايه ده يا دعاء؟ مقاسات كبيرة، من أول المحاير يعني للكبار. اطفال وكبار وكله هو مقاسات المحاير كمان، ده الكبير كمان مش الصغير. وب15 جنيه. 15 جنيه. حلو قوي قوي. وده بنطلون جينز. بصي الجينز ده بقى عندنا من مصنع عندنا، يعني الحاجات اللي انا بصنعها تمام. تبقى قريبة قوي من قلبنا يعني بجد. البنطلون ده ب95. ده حريمي ده يا دعاء صح؟ وليه تفصيلة كده، هو تفصيلة ليه يعني، طريقة يعني، هو التفصيلة بتاعته شيك قوي، وخامة طبعا لكرة.
وحلوة قوي قوي ده سعره كام قلتي لي؟ 95. طب السعر ده طبعا بقى جملة ولا قطاعي ولا قطاعي؟ يعني اللي بسعر هياخد الجملة قطع هياخده ب95 جنيه؟ اه يا نهار ابيض، قطاعي من اول قطعة. مش وعايزة عارفة. اقول لك الرجالي اصلا في بنطلونات جينز الرجالي كمان ب 100 جنيه بتعملوا رجالي؟ اه احنا عندنا الرجالي ب 100، والتيشيرتات الرجالي ب 30 جنيه، تمام. قطن ب 30. نخش على اللي بعده. اه دي دي ايه؟ العبايات الاستقبال بقى. لا بصي، عايزاكي تقولي السعر على طول حاضر علشان حاضر. تصدمينا وتصدمي المشاهدين على طول. العباية الاستقبال دي ب 150. اه هي احنا عايزين كمان، انا عايزة اقول لحضرتك حاجة، موضوع الاونلاين، يعني انا عايزة اغير فكرة الاونلاين. يعني في ناس واخدة فكرة، بعض الناس طبعا انا ببعت المندوب، ناس شاكرين جدا ليهم، حد خاص بينا بيستنى العميلة تختار وتقيس براحتها، وبيبقى رايح كمان كذا حاجة وكذا موديل براحتها، عقبال ما يعني تخلص الحاجة مندوب بيبقى واقف بره مستني الشغل هي اختارت ايه. فبتبقى طبعا لان الملابس صعبة جدا، الملابس عامة صعبة جدا. نخش على اللي بعده. اه تمام. كشميو قطن 100%، تمام. حلو قوي قوي. هو شكله تحفة اه تحفة. جدا اه في جدا اللبس، وفي جدا. اشكال كتير جدا، يعني في كشميو يعني اشكال ملهاش اخر فعلا يعني. يعني انتوا شايفين اصلا الحاجة اه عاملة ازاي، وكمان ارقام دعاء ظاهرة معانا على الشاشة. اللي حابب طبعا يتواصل معاها حاضر بالاسعار التحفة دي ان شاء يكلمها. الله. خش على اللي بعده. اه البنطلون ده ب 25 جنيه. هو ايه ده اللي 25 جنيه؟ اللي هو ازاي يعني؟ بنطلون قطن برضو، قطن تمام. 100%، وللكبار، وحلو قوي قوي، شيك جدا ومريح جدا. انت عنوانك فين يا دعاء؟ احنا حلوان، تمام. احنا المحل بتاعنا في حلوان 12 شارع اطلس الرئيسي جانب فور بيد، احنا جنبنا فور بيد جنب المحل على طول. الفكرة برضو ان المصنع متاح احنا منه. العنوان برضو يا جماعة ظاهر معانا على اه الهوا، اي حد ان عايز شاء الله. ياخد العنوان ويروح طبعا يتصدم في الحاجات اللي عند اه دعاء، ان شاء الله. يتفضل يروح لها. وارقام التليفونات كمان ظاهرة على الشاشة بقى، تجار الجملة، اي اه حد فعلا. على فكرة كمان بيبدأ مشروعه، يعني مش قادرة اقول لكم، من المصنع للمستهلك على صح طول. كده، هي الفكرة في طيب كده فعلا. دعاء، انا عايزة اعلق على البيجامة دي حاجات لانها البيبيهات حلوة القمر. قوي. دي بصوا يا جماعة عاملة ازاي بجد، والرسمة بتاعتها حلوة قوي. مين اللي بيختار لك الديزاينات دي؟ احنا بنختار الشكل على عليها، وطبعا قطن 100% ب 25 جنيه. وفي معانا كمان بيجامات هنا. لا بس انا سمعت حاجة 25 جنيه. اه ايه اللي بخمسة خمسة وعشرين جنيه وعشرين البيجامة، دي؟ البيجامة ب 25، المقاس الأكبر والله ب 35. ايه أكبر دعاء انا حاجة؟ اول مرة اشوف كده انت تيجي بصراحة. بقى، تيجي معايا بقى، انا روحي خلاص معايا. كده يعني، انا هطلع من الاستوديو على حكاية على طول يعني، مش نوريني يا هينفع. حبيبة قلبي، تنوري حلوان. وجماعة في الكنترول كمان عايزين يجوا معايا، يا ريت. فاحنا تقريبا هناخد بقى باص ونطلع على حكاية على طول. نوروني تنوروني بجد. طب عايزين نشوف دي كمان يا دعاء، لو حاضر. نوريها للمشاهدين. دي دي بقى ايه؟ بيجامة أوبا. أولادي، الله، كنت اللون تحفة، جميل قوي قوي، وبعدين اللون ده كمان جديد تمشي. قوي في اه الاولاد، يعني طبعا احنا على طول ما كنا بقاش بنشوف بقى. اللبني في الاولاد او هو المتميز بيه، اه كحلي، ده بس اللون خلاص، ده بجد تحفة اللون ده جميل جدا. قوي، وده على فكرة مقاس كبير، يعني ده مقاس يلبس كام؟ 10 8 سنين. بكام يا دعاء؟ بكام؟ تخيلي بكام؟ لا مش قادرة اتخيل بصراحة. 40. هو الا 40؟ 40 40 جنيه؟ 40 جنيه. اه طبعا في اللون الموف منه، واللبني والكحلي والمستردة، يعني في كل الألوان يعني موجود منها جميع موجود، كل الالوان. الألوان، وموجود بيع جملة. طب دعاء انتي بتوزعي فين يعني، عندكم في المحافظات اه ولا القاهرة ولا فين بالظبط؟ هو يعني احنا كنا الأول محافظات، بعد كده حصل رجعنا تاني القاهرة والجيزة، أهم حاجة طبعا إنها أقرب حاجة لينا، وإن شاء الله قريب هنرجع تاني محافظات بأمر الله. هي الفكرة برضو إن احنا عايزين برضو الأونلاين يبقى مختلف ويوصل لقلب الناس أكتر، لأن في عندنا ناس بتعرفش توصل، تنزل كتير، الخروج بقى قليل قوي عن زمان. فدلوقتي
اقدر ان انا حضرتك تختاري، وانا يعني في ناس على فكره دلوقتي الحمد لله بدات ان هي تثق فيكي وتقول لك طيب انا الاوضه عندي لونها كذا، ابعتي لي الالوان اقرب اللي حاجه ماشيه ليكي. معاها. فانا بقيت تقول لي طب اختاري لي على ذوقك اللون ده، فانا ببتدي ان انا اقول لها طب ايه رايك واصور لها. يعني انت كده ولا كده اوريدي عندك اونلاين بس القاهره اونلاين والجيزه اساسي. فقط؟ احنا شغالين اونلاين من زمان، بعد كده ده كان من المصنع على يعني من المصنع على العميل على طول. طب مش ناويه بقى تفتحي فرع في اسكندريه؟ ان شاء الله يا ريت. وفي الكنترول على فكرة كل واحد في محافظة بيقول لي عليها، يعني انتيش ناوية تفتحي هو يعني فروع بقى في احنا محافظات ان شاء مصر؟ الله احنا بدأنا في حلوان، وهيبقى في ان شاء الله بإذن الله في خلال 6 شهور هيبقى في فرع تاني، بس مش هقول فين دلوقتي. خليها مفاجأة علشان خليها تطلعي معانا مفاجأة تاني، ان شاء يبقى الله اكسكلوسيف للناس كلها، يبقى حصري عندنا بس، ان شاء تقولي الله كمان مكان الفرع بتاعك التاني بأمر الله فين. يا حبيبتي. طيب انتوا بتصدروا ولا شغله كله محلي بس؟ احنا اساسي احنا كنا زمان كان في تصدير لامريكا، لان في اساسا محل هناك تابع لشخص معين صاحب المكان الاساسي، بس احنا دلوقتي بعد كده فتحنا في في حد حلوان. عايز يتعاقد معاكي انه عايز يعمل فرع في الفيوم من طيب الكنترول جوه، فانتي دلوقتي اول عقده وهي دعايه طيب معانا في تمام الفيوم يا جماعه. خلاص هي هتروح طبعا بالاسعار الرهيبه بتاعتها دي، ان شاء الله باذن الله وتاني الاسعار عقد معايا في اسكندريه. ده حلو جدا، ده كده خلاص كده تمام. حلو قوي اسكندريه اصلا بجد، انا نفسي ان انا بحب اسكندريه، وبجد من الحاجات اللي انا نفسي اروح فعلا ان شاء الله افتح فرع والله يا فيها جماعة باذن كده الله. خلاص انا ضمنت بقى ان انا اكمل بقية خلاص حاجتي واخد ملاياتي البيبيهات. واخد فوطي، حاجتين وكمان البيبيهات لما يعني لو ان اتجوزت شاء بقى الله وجبت باذن بيبي الله. فكمان هدومه موجودة انا عايزه اقول يعني. لك البيبيهات انا بهتم جدا ان تبقى الخامه بتاعته كويسه، يعني ببقى قلقانه جدا ولو حاجه مش حلوه لا ما حاولش ان انا اجيبها. عايزه اقول لك البيبيهات في من اول 10 15 جنيه، 20، لا لا 30، ثواني ثواني ثواني، ايه اللي ب10 جنيه؟ بيجامات، تي شيرتات، حاجات ب 15 كده. يا دعاء المناديل ورق ب 10 جنيه. والله هو ايه اللي ب 10 جنيه؟ هي الفكره بس ان انت عايزه تبيعي قطاعي بسعر الجمله، فكرة انك عايزة ازاي تبيعي طيب من يا اول جماعة؟ قطعة. والله انتوا بجد، لا انتوا شايفين وفي ازاي؟ لانجري كمان ازاي 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 شايفين خايبة بجد؟ الخامة والله حلوة العظيم قوي. عاملة ازاي يعني اهي. هي جميلة جدا والواناتها كمان رائعة، انا جايبة لون واحد بس. طيب دعاء انتوا يعني فكرة الأسعار دي طبعا مع السوق اللي احنا موجودين فيه، فعلا ده خطة انتوا ماشيين عليها ولا انتوا عايزين توصلوا ايه؟ طيب يعني اصل الأسعار دي بجد رهيبة جدا. احنا عايزين نوصل لكل الناس ان تبقى في غلاء في اسعار رهيبة جدا، في اسعار غالية جدا بره، احنا عايزين نوصل لكل الناس. عايزة الام والاب والاولاد يعني يشتروا كذا حاجة، كل حد بيشتري بيجامة، بيشتري تي شيرت وشروال، بنطلون جينز، يبقى دافع حاجة بسيطة، يبقى طالع مبسوط، اشترى كذا حاجة ومروح مبسوط وفي نفس الوقت ما دفعش كتير، يعني ده اللي اقصده يعني. فانا عاوزة كمان الجملة، عاوزة لو في بنت بتنزل الصور طبعا من عندي لا هي تستفاد برضو، يعني تبيع تحط حاجة بسيطة، البيع يبقى اقل، ربح قليل بس اكتر في نفس الوقت، ما اكدبش عليكي يعني لازم يبقى في ان يبقى في سرعة طبعا، بس انا عايزة اكيد اكسب طبعا قليل يعني. اكيد بس طبعا. دعاء انا عايزه اشكرك ربنا يخليك بجد، ميرسي انتي وفرتي فرص لناس كتير حبيبتي. قوي، وعايزه اقول لكل عرايسنا او كل حد عايز يبدا مشروعه، يعني بجد الحاجه تحفه جدا والاسعار معقوله قوي. وعايزه كمان اعمل لك مناشده بقى لكل المحافظات اللي موجودين طبعا، اي حد عايز يتعاقد مع مصنع حكايه او اي حد عايز ياخد حاجة من مصنع حكاية، الأرقام كلها موجودة معانا على الشاشة، كلموها طبعا وتواصلوا معاها. بشكرك، ميرسي شرفتيني ميرسي يا ونورتيني بشمت، وفاجئتيني، ميرسي يا مبسوطة جدا حبيبتي، إن أنا كنتي اتشرفت بيكي معايا، جدا. وأكيد طبعا عايزاكي معايا في حلقات تانية إن شاء الله بحاجاتك الحلوة دي كلها. إن شاء الله يا حبيبتي، أنا اتشرفت بيكي جدا يا بسنت، وحاجة يعني وقت بسيط بس بجد والله أنا مبسوطة إن أنا شفتك أصلا، بشكرك جدا فشكرا يا ليكي يا دعاء، حبيبتي. وبشكر طبعا كل مشاهدينا على حسن المتابعة، وإن شاء الله استنونا في حلقة جاية من حياتك أحلى.